عودي معكم مشاهدينا الى ملعب صيدا البلدي ما بين شوطي مباراه العهد والاخاء الاهلي علي العهد. نجح بالتقدم 1-0 بهدفه لحسين زين. الشوط اول جميل جدا، النديه كانت موجوده تحديدا بخط الوسط بالمواجهات الكثيره بين لاعبي الفريقين، لكن الافضليه للعهد، هالامر رح نتحدث فيه مع كابتن جمال حاج. كابتن جمال، الامر الواضح انه معركه خط الوسط قدر يكسبها فريق العهد بطريقه ذكيه من خلال مشاركه الرباعي الهجومي بالزياده العدديه بخط الوسط بمواجهه رباعي الاخاء الاهلي عليه يلي فجاه بطل منظم، يعني صار كل لاعب عم ياخذ الامور حسب ما هو شايف. العهد اذا بده يواجه الاخاء لازم يكون بالموعد اليوم، لعله يمكن الفريق العهد ولاعبينه حاسين بصعوبه الموقف اللي فيه، عم مثل بيقولوا حاسين بالسخن، فبالتالي اليوم نزلوا بعقليه وباداء في روح تعاونيه عاليه بين الجميع. عم نشوف ربيع عطايا عم يرجع يدافع، محمد حيدر عم يرجع يدافع، عم نشوف احمد زراع الفريق من الرباعي الهجومي عم يقوم واجبه الدفاعي قبل الهجومي بشكل كامل، عم نشوف انه محمد حيدر عم بينوع دوره، عم بيروح يكون قريب من ربيع عطايا اللي عودنا على طول يكون حد ربيع، لكنه هالمره لا، كمان عم بيروح عند احمد زرق، وهذا عطى تنوع للفريق. بدي ركز على هيدي النقطه، هي كثير مهمه، لانه احمد زرق كنا عم نشوفه على الجهه اليسرى، صحيح. احمد حيدر عم يجي ليكون قريب منه، محمد حيدر عم يجي ليكون قريب منه، حسين دقيق عم بزيد، يعني هالمثلث عم يقدر يخلق خيار كثير كبير ليقدر يوصلوا الكره لاكرم مغربي، وهالامر شفناه من خلال كرتين بالعرض لعبهم حسين دقيق، وقدر اكرم يصنع خطوره. صحيح قدروا عملوا شكل ثنائيات وثلاثيات كمان من جهه اليمنى، كمان مثل ما انت عم تقول من جهه اليمنى كان محمد حيدر ربيع عطايا وحسين الزان، كمان قدروا يعملوا ثلاثيات، بالتالي كان اليوم فريق العهد لاعبين اسماء عاليه، لاعبين عندهم خبرتهم، وقفتهم بالملعب جامده، اليوم كانوا بهالروحيه وبهالعقليه قدروا يفرضوا حالهم بصراعات ثنائيه، نجحوا بالواجبات الدفاعيه والهجوميه قدروا يعملوا، وكان ممكن يزيدوا الغله، يعني شاكر وهبي تالق بعده كرات اليوم، كان صحيح ممكن فريق العهد يحسب له الامر. ولعله اليوم نحن شفنا ايجور على الجهه اليسرى يمكن ليمنع شيء من جزء منه، ليمنع عارف انه فريق العهد عم يعتمد على حسين الزان وربيع عطايا كثير من الجهه اليمنى، بس ما في توازن هون بين الجهه اليسرى والجهه اليمنى عند الاخاء، يعني نادر مروش غير ايجور. صحيح. وهون الامر اللي عم لاحظ ربيع عطايا بكثير من الحالات شو بيعمل؟ بغير اتجاه اللعب. صحيح. لناحيه احمد زرق، هون تغيير اللعب عند احمد زرق وروحه محمد حيدر حده قدروا استفادوا من نقطه الضعف او النقطه الاقل قوه من ناحيه الاخاء، يعملوا منها الخطوره عم يقروها بشكل صحيح، بالتالي صار في تنوع، صار في ارجحيه، وبلحظه معينه نقلوا الكره عند محمد حيدر، هو وحسين الزان قدروا يعملوا كره ويسجلوا منها، يعني مطرح التقل عم يكون بالمساحه الخاليه، وهذا الامر يلي عم يقدروا يقروا لاعبي يعني العهد. خلينا نشوف الفرص كابتن وهدف المباراة رح يعطينا يوم بالتأكيد مخرجنا جورج خليل بهالأثناء، يعني الوحدة من الكرات يعني دائما عم يلاقوا المساحة، هيدا هو الهدف بالبداية، قدر يستلم ربيع عطايا بطريقة كتير ذكية، نطر حسين زين ليتقدم، قدر يسدد وقدر يسجل، هون التعاون يلي كنت عم تحكي عنه. صحيح، وهون في كثير مهاره وفي ذكاء من ربيع عطايا، انه هو عنده احساس بالزميل بالمكان، عنده احساس بالزمان وبالتوقيت، يعني هو لاحظ هول كسرات كان ممكن يسدد منهم وبنفس الوقت عطى حاله الوقت ليوصل لحسين الزان ليمرر له، كان في احساس بالمكان وبالزمان وقدر يمرر لرفيقه، وهيدي هي العقليه التعاونيه كانت موجوده بشكل كثير. نقدر نحكي عن الفرص اكثر، هيدي واحدة من الكرات الخطيره جدا، كره ثابته، شاكر وهبي كان على مسارها، انجاز كثير كبير كان لشاكر وهبي، ايضا هون عم نحكي هون التعاون بين احمد تعاون بين الزرق وحيدر، اكرم مغربي وشاكر وهبي ايضا انقذها، قرب لاعبي العهد من بعضهم، ودائما التركيز على جهه احمد زرق يلي ما شفناه اشتغل بشكل كبير بمباراة أمام طرابلس، لكن في تركيز على ثنائية حيدر عطايا. صحيح صحيح، هون أصبح الفريق صار عندما أنت بتجي تنويع عم تنوع، عندك الجهة اليسرى عم تشتغل والجهة اليمنى، هون بتضيع حتى الفريق المنافس، يعني مثل ما شفنا يمكن الأخاء كان معتمد على أنه الفريق حيشتغل بس من ميلة ربيع عطايا وحسين الزين، لا، لكنه فاجأوه أنه لا شغلوا الميلة الثانية، فصار في أرجحية، صار الفريق محتار وبده الفريق الخاصم مين بده يراقب، هون سهلت المهمة عليهم للشباب للمهاجمين تبع الفريق العهد أنه يقدروا يعملوا فرص كثير وجمل تكتيكيه عاليه وفيها كثير من المهاره والانسجام بين بعض. مع هالمحاوله لكارلوس البرتو بدي انقل لاحكي عن الاخاء الاهلي علي من الناحيه الهجوميه، ما قدرنا نشوف الفريق يكون خلاق بخط الوسط، ما قدرنا نشوف الخطوره يلي بيصنعها عاده خالد تكجي واحمد حجازي، السبب هو تضييق المساحات من قبل لاعبي العهد، سام مندر وحسين دقيق بدنا نعطيهم حقهم من الناحيه الدفاعيه. 100%، هون في شغله وحده من ميزات فريق الاخاء ليفرض اسلوبه هي ايجور اللي هي 3-4-3 اللي بيصير هو لاعب بينطلق من الخلف ليعمل مهاجم وزياده عدديه بنص الملعب، وشفتوا انت بعض الاحيان عم بيضب على نص الملعب، اليوم قوه فريق العهد الهجوميه خلت ايجور يلتهي كثير بالدفاع،
فبالتالي ضعفتهم، صارت اللاعبين المهاجمين هن امام انظارهم للمدافعين، وبالتالي لاعب الوسط كان حسام منذر ولا حسين دي عم يتناوبوا على مراقبته، فبالتالي عطلوا هجوم الاخاء، مهاجمين الاخاء. وكمان مثل ما حكينا بالبدايه انه الرباع اللي قدام عم بيعطل بناء اللعب، فبالتالي عطلوا دور نص الملعب، فقدروا بشكل كبير يعطلوا فريق الاخاء يعني بفرض الاسلوب او بناء اللعب لحتى توصل الكره سليمه للمهاجمين. ايضا ضمن هذا الاطار يعني عم نقول تضييق المساحات للعهد ما قدر يخلي الاخاء ينطلق للامام. ايضا ايغور يعني عم يكون محدود بالحاله الهجوميه لسبب بسيط، ما انه محمد عطوي، محمد ابو عتيق ونادر مروش، كل واحد عم بيدافع، مش عم يدافعوا كمجموعة، كل واحد عم يدافع لحاله عن منطقته. صحيح. عن منطقته، عم يجبر ايغور يسقط محل لاعب منهم عند ما عم يترك كل واحد منهم مركزه. صحيح، هذا هون هذا اللي عم نقوله، نحن فرض اسلوبه فريق العهد جبر انه ايغور يلتهي كثير بالدفاع، ما قدر يكون عنده حريه لينطلق للهجوم، بالتالي بعض الاحيان انت اذا في لاعب بشكل خطورة مش ضروري بعض الأحيان أنك تروح تراقبه، أمرات هاجم من ميلته لحتى تلهي بالدفاع. صحيح، وهذا اللي صار. ما هي من ناحية دفاعية أيضا لاعبي الإخاء يمكن مشكلته كل واحد عم يلحق لاعبه، ما عم يدافعوا كمجموعة. فاليوم إيغور التهى كتير بالوقت لأنه شاف إنه محمد حيدر وربيع عطايا وحسين الزان عم يشتغلوا كتير منيح، فكان كل شغله كان من ناحية الدفاعية، بالتالي قل دوره الهجومي. بعدت بالشوط الثاني حيصلح الموقف الكابتن عبد الوهاب، يمكن يحطه على الجهة اليمنى لحتى يكون على حبيب شويخ على الجهة اليسرى ليقدر يعطي نفس هجومي بعض الشيء. وممكن نشوف كريم درويش أيضا على أرض الملعب. كابتن بشكرك كثير اكيد على كلامك القيم وتحليلك بالشوط للشوط الاول من هالمباراة بين العهد والاخاء الاهلي عليه 45 دقيقة. بعد ما انتهت طبعا اكيد ما انتهت الامر واضح يعني، والاخاء عنده كثير لقدمه. انا اكيد 45 دقيقة ثانية امام الاخاء الاهلي عليه للعودة بهالمباراة، 45 دقيقة امام العهد للعودة الى الصدارة. رح نشوف مين رح يقدر يحسم هاللقاء. رح ننتقل لفارس مرة جديدة ومنتابع ما تبقى من المباراة. تفضل فارس. شكرا شربي. الفريقين صاروا بارض ملعب، بس الحكيم لهلا بعد ما ظهروا الحكام ما زالوا موجودين مثل ما عم نشوفهم تحت المدرج وبانتظار انه ينزلوا، عم بغيروا تيابهم الحكام. عم نشوف حسين ابو يحيى بانتظار دخول طاقم الحكام لمتابعه المباراه بشوط الثاني ال 45 دقيقه يلي رح يكونوا حاسمين، رح يكونوا مهمين، رح يكونوا بغايه الاهميه لتحديد الفريق يلي رح ياخذ نقاط المباراه الثلاثه او رح ياخد كل واحد منه النقطة. هذا